من كام يوم صرح المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إن اللي احنا بنشوفه دلوقتي أو العالم كله بيشوفه من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، كلنا ما بنتكلمش اليومين دول غير عن الحر والرطوبة العالية. النائب قال إن كل ده بيحصل بسبب سرعة حدوث التغيرات المناخية. بنتكلم كتير قوي على موضوع التغيرات المناخية، وإن التغيرات المناخية دي مشكلة كبيرة بيتدخل فيها الإنسان وبتدخل فيها الدول والسياسات في المصانع والحاجات دي كلها. قال كمان إن ارتفاع درجة الحرارة بيتسبب في انتشار العديد من الحشرات وزيادة فرص تكاثر الحشرات دي في ظل المناخ. يعني معروف إن لما تبقى الدنيا حر قوي ورطوبة عالية الحشرات بينمو أكتر نموها وبتزداد انتشارها، وبيقضي بالتالي على المحاصيل الزراعية من خلال نقل الأمراض. كمان في أضرار كتير كمان للثروة الحيوانية في مصر من خلال الحشرات دي على حسب كلامه طبعا، وبتأثر بتأثير كبير جدا على المزروعات. لكن إيه علاقة درجة الحرارة بالحشرات، وإيه هي نوعية الحشرات اللي هتنتشر؟ كل ده هنفهمه من مداخلة تليفونية مع الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية. دكتور شاكر أهلا بحضرتك الأول معنا في التاسعة. أهلا وسهلا بك يا أستاذ يوسف والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور شاكر. يعني إحنا عارفين إن الدنيا حر جدا ودرجة الحرارة والتغيرات المناخية، لكن إيه موضوع الحشرات وإيه هي أنواع الحشرات دي وهتأثر إزاي وهنتعامل معاها إزاي؟ والله يعني الموضوع في غاية الأهمية، بس كان يعني الواحد سعيد بالمداخله اللي كانت قبل كده مع السن الصغيرين الاشباب الجميله دي. حاجه تشرف، حاجه تفرح، وفي امل ان شاء الله وفي دنيا جايه، يعني ان شاء الله في خير، في بشاير خير كتير الحمد لله في مصر، ومصر ولاده ان اطفال زي كده يفكروا ان احنا يحموا البلد امنيا، حاجه كويسه جدا يعني. تمام. الـ 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 النقطه المهمه اللي حضرتك بتسال فيها تغير المناخ، ساتر من كام سنه قال ان هي قضيه وجوديه. صحيح. المنافسه دلوقتي على الغذاء بين الانسان وبين الحشرات. التغير المناخ ليه تاثيرات مباشره وتاثيرات غير مباشره. تاثير مباشر على النبات مثلا ان يبقى فيه اجهاد، فيه نقص في المحصول، ان عاوز ميه كتير. التاثيرات الغير مباشره اللي حضرتك سالت عنه بقى ان هو ظهور الامراض والحشرات اللي طبعا كل كائن او كل حشره من الحشرات او كل فطره او بكتيريا من المسببات المرضيه ليه ظروف للنمو وازاي يكمل دوره حياته. طبعا نقول التاثير الغير مباشر بنقول نتيجه تغير المناخ اللي هو ظهور الامراض والحشرات. احنا كان معروف زمان ان كل حشره لها موسم ووقت للظهور ووقت تبدا المزارع كان امتى عارف يجي المنه او التربسه او الدوسر القطن في شهر كام، عارف المواعيد. دلوقتي لا، مبقاش عارف المواعيد لان الجو اتلخبط. يعني حضرتك الشتاء السابق اللي عدى ده بس الحراره كانت اعلى من المعدل، كانت اعلى ومفيش امطار كالعاده كالمعتاد، يعني كان في تغيرات. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، مفيش امطار. ده كان الاول الامطار دي وسيله للحد من انتشار الحشرات. المن مثلا مجرد ما الدنيا تمطر المن ده يختفي خلاص، اتغسلت الحشره على النبات وراحت الحشره، انتهت مع ذهبت مع ماء المطر. النهارده مفيش امطار. الموسم اللي فات ده مثلا كان مزارع الفاكهه المانجا او التين او العنب او الباء او النخيل البلح او غيره كان بيجي عليه اشهر الشتاء يرتاح من حشره اسمها ذوبه الفاكهه. فالشتاء الدافي السنه اللي فاتت ده ما ارتاحش المزارع، المزارع قاعد يرش طول السنه عشان يكافح الحشره لان درجه حراره مرتفعه اعلى من المعدل. الحشره كانت بتخش في طور سكون، لا ما دخلتش طور سكون وقاعده تعمل اجيال. فبالتالي الموضوع صعب جدا. يبقى على تاثير عشان المشاهد فهم معايا الحشرات. عايزين على قد ما نقدر نبسط الموضوع ونلمه كده عشان نفهم ايه الموضوع. الحشرات، هل الحشرات كانت موجوده ولم يتم القضاء عليها؟ اول نقطه ما بقاش في موسميه للحشره، الحشره بقت موجوده طول السنه. تاني نقطه ان العدد الاجيال بتاع الحشرات بيزيد. يعني اذا كانت حشره دول مثلا بتدي اربع اجيال او خمس اجيال، الاجيال زادت نتيجه درجه حراره عاليه، ارتفعت درجه او درجه ونص، خلت الاجيال سبع او ثمان اجيال. جيل في الحشره يعني حاجه خطيره جدا، ان انت ممكن تقضي على المحصول. طبعا بتكون تكلفه عاليه على الدوله وعلى المزارع، بيكون في الاخر في صوره تلوث في المنتج اللي طالع، خاصة ان في بعض المزارعين ما يتبعش التوصيات ويرش بالتركيز المناسب والوقت المناسب.
النهارده بنقول ارتفاع درجه الحراره المزارع بيكون في حيره، ان احنا عاوز عنده حشره في الارض او الغيط بتاعه مش عارف يرش، احنا بنقول له ما ترش اثناء الظهيره واثناء ارتفاع درجه الحراره. بعض المزارعين مثلا يكسل يرش بالليل او اخر النهار، الحشره بتزيد في عدد اجيال الحشره مش هتتوقف. فبالتالي المنافسه زي ما بقول في اول المداخله، المنافسه شرسه جدا بين الانسان وبين الكائنات دي. احنا الحشره عاوزه تعيش. في الحاجه الثانيه التداعيات اللي ظهرت عندنا، من ضمن التداعيات هجره الحشرات ودخولها الاجواء عندنا. مثلا حشره زي توتا ابسيليوتا ما كانتش موجوده عندنا في الاجواء المصريه، دخلت عندنا جت عندنا في 2009 ودمرت مساحات كثيره من الطماطم، وكان لسه في بدايه الامر والمزارع مش عارف سلوك الحشره والترش الساعه كام، وان هي حشره ليله النشاط ولازم تترش بالليل لان نشاطها بيكون اكتر بالليل، جديده على المزارع فمش عارف يتعامل معاها معاها. جالنا في 2017 حشره دوت الحج الجياشه او الحشره او دوت الحج بتصيب الذره برضو. فدي عندنا حشرات ما كانتش موجوده في البيئه ظهرت جديده عندنا. يبقى 2023 خلاص. 2023 ايه اللي جد مع ظهور تغير المناخ وتاثيره المباشر دلوقتي؟ اللي جد مع ظهور في 23 الحراره في الاشهر الصيف اللي احنا فيها دي درجه الحراره اعلى من المعدل. مظبوط. وبالتالي الحشرات شراستها بقت شرسه جدا، ان هي بتزود عدد الاجيال. تاثير بقى تاثير ده مباشره على الزراعه وعلى الانسان نفسه. طبعا التاثير بيكون تكلفه على الدوله، ان احنا عاوزين مبيدات ونستورد مبيدات عشان نكافح الحشره. ثاني حاجه تكلفه على المزارع لان عاوز يرش كتير. نقص في الانتاجيه لان هي بتنقص انتاجيه كبيره. حضرتك حتى لو انت بتروح السوق تشتري ثمار وتلاقيها عليها اثار حشرات مش بتشتريها، بالظبط بتكون تكلفه وخسائر اقتصاديه. بالاضافه ان بعض الناس ما بعض مش بيراعوا توصيات ويرش بعض التركيز عالي او ماده ما تترشش على الـ على الـ على الـ على الثمار دي ويبقى فيها متبقي مبيدات، وفي الاخر بيشوفها في صوره الصحه تاثير على الصحه العامه على المواطنين. الحشره سريعا بعد اذن حضرتك دكتور شاكر، الحشره اللي حضرتك اشرت ليها او الحشرات اللي حضرتك اشرت ليها في مجلس الشيوخ، هل لها اسم معين؟ هل هي من فصيل معين من قلت لي الذباب زمان كان موجود؟ ذباب الفاكهه السنه دي بقى موجود. ذباب الفاكهه دي موجوده، لكن حضرتك الظروف الجويه يعني احنا كل حشره بيبقى لها فتره بيات شتوي. تمام. نتيجه الدفى اللي كان في الشتاء معظم الحشرات ما دخلتش البيات الشتوي، قاعده تعمل اجيال. هذه الاجيال بتاثر يعني لما معنى ان انا ازود جيل في الحشرات دي مشكله كبيره جدا، تكلفه كتير على الدوله، تكلفه كبيره على المزارع، اكيد تاثير على البيئه لان انت عاوز ترش مبيدات وتلوث البيئه. فبالتالي تكلفه دايره، انت في دايره مفرغه قاعد تلف فيها. لذلك احنا بنشتغل دلوقتي ان احنا بنطلع اصناف مقاومه للاجهاد، بنقول غير مواعيد الزراعه، استخدم وسائل الحمايه للحد من انتشار الحشرات، رش بعض المركبات الحيويه، اتجه الى استخدام الاعداء الحيويه في المكافحه. كل الكلام ده البحث العلمي شغال بحيث ان احنا نطلع منتج عالي الجوده وعالي آمن وامن وبتكلفه اقل في مساله الزراعه او الموضوع. دكتور شاكر ابو المعاطي استاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، ونتمنى أن الموضوع ده يتم النظر ليه في مجلس الشيوخ من طرح المهندس عبد السلام الجبلي.